بسم الله الرحمن الرحيم. طالبات تمريض جامعة الأزهر كلية دراسة المتوسطة مستوى ثاني المنتسبين لمساق تمريض صحة المجتمع، كل عام وأنتم بخير. وقبل ما أنسى، أنا نزلت كوز اليوم الساعة 3، كوز عبارة عن 10 عبارات، لو 5 عبارات صح وغلط و5 أسئلة اختياري لمدة 20 دقيقة. تنتهي فترة الحل بكرة الساعة 3 مساء، وهذه اللي هو الكويز بس فقط عشان اريحكم في الشابتر الأول فقط. أتمنى عليكم الكل يحل الكويز ويزودنا بالحل قبل انتهاء الفترة. اليوم حنتكلم في عجالة عن البيولوجي اللي هو صفحة عندك صفحة 51. الابيديميولوجي ان كوميونيتي هيلث كير، ايش معنى الابيديميولوجي؟ ابي دي ابدي اولوجي علم، يبقى الابيديميولوجي عبارة عن العلم، وحتى بقول عنه علم الوبائيات اسمه. لكن طلع ايش تعريفه بالضبط، تعريفه المناسب والصحيح. Epidemiology is the study of the determinants or factors and distributions of health, disease and injuries in human population. يبقى هو بتعلق الابيديميولوجي بدرس، وتعريف يعني مرادف له من كتب أخرى. Epidemiology is the study of factors or determinants of health and disease and their distribution in the community. يبقى بدرس العوامل والمحليات العلاقة التي لها علاقة أو اللي تؤثر على الصحة وتؤثر على المرض وتوزيعها في المجتمع. يبقى بدرس the study of determinants and distribution of health, disease and injuries in human population. يبقى بدرس إيش العوامل، إيش اللي لها علاقة والمحددات العلاقة بإيش، بالصحة والمرض، بس مش العلاقة بالصحة لحال ولا بالمرض لحال ولا بالإصابات لحال. It is specialized form of scientific research that can provide health care provider. ايش اهميته؟ ايش اهميته بالابيديميولوجي؟ It is a specialized form of scientific research that can provide health care provider worker into the community health nurses with body of knowledge. يبقى هذا اهميته اللي هو researches. الابيديميولوجي researches زي اي research اللي زودك حط خطك knowledge on which to base their practice and methods for studying the new and existing. يبقى بزودك بالمعرفة النوليدج. هذا النوليدج اللي بتبنى عليها الممارسة وبتبنى عليها طرق دراسة المشاكل الجديدة والموجودة. يبقى ايش الابيديميولوجي بفيدني؟ ايش الريسيرش بفيدني؟ بفيدني بعطيني النوليدج. ايش النوليدج اللي بتفيدني؟ النوليدج بتكون بيز for my practice، يبقى أساس للممارسة، and methods for studying the new and existing problems، وطرق لدراسة المشاكل الحالية والجديدة. The term is derived، هي عندك احنا في سلايد 3 في صفحة 52، من وين مشتق؟ The term is derived from the Greek word، مشتق من الكلمة اللي هو الغريق Greek word إغريقي، معناها إبي معناها knowledge or study of what happens to people، معناها إيش؟ إبي. The term is derived from the Greek word إبي أو أبون أو ديموس أو لوغوس. تمام، إيش the knowledge or study of what happens to people؟ دراسة ما يحدث للناس. الابيديميولوجيست اس such questions as the following. ايش الناس المخصائيين اللي ما هم تخصص في الابيديميولوجي؟ ايش معنى الابيديميولوجي؟ قلنا من وين مشتق الكلمة؟ من جريك وورد اللي هو ابي ابون ديموس ذا بيبل معناها لوغوس اللي هو نولج. يبقى ابي مشتق من الكلمة الإغريقية ابي معناها ايش؟ ابون. ديموس معناها بيبل، لوغوس معناها ايش؟ نولج.
يبقى the village or study of what happens to people. يعني مع بعضها اللي هو the knowledge or study. The knowledge or study of what happens to people. If the religious ask such questions as the ايش بيسألوا دائما العلماء والناس الاخصائيين في الابديمولوجي؟ What is the occurrence of health and disease in the population؟ قديش نسبة حدوث الصحة والمرض؟ قديش ناس عصاء ولا صحة ولا ناس مرضى في المجتمع؟ Has there been an increase or decrease in health care, health state over the years؟ هل صار في زيادة أو نقصان على الوضع الصحي على مدار السنوات الماضية؟ Does one geographic area have a higher frequency of disease than another؟ هل هناك منطقة جغرافية فيها زيادة أو المرض نسبة حدوث المرض وتكرار المرض أكثر من غيرها؟ في يعني في منطقة جغرافية فيها المرض بيجي يعني حالات كتير؟ What characteristics of people with particular condition؟ إيش خصائص الناس اللي بيصابوا بهالمرض هذا؟ What factors أو إيش خصائص الناس اللي بتمتعوا بهالصحة هذه أو بالمرض هذا أو بصير عندهم المرض؟ What factors need to be present to cause disease or injury؟ إيش الأسباب؟ إيش العوامل اللي لازم تكون متوفر مشان تسبب المرض؟ إيش العوامل اللي تؤدي إلى الإصابة بالمرض أو بالإصابة؟ Is one treatment or program more effective than another؟ هل هناك نظام أو بروتوكول علاج أو برنامج علاجي فعال أكثر من الآخر؟ In changing the health of the affected people، في تغيير وضع الصحة للناس، هل في علاجات أفضل منه؟ Why do some people recover from disease and others don't؟ ليش في ناس بيشفوا من المرض وناس بيشفوش من المرض؟ Concepts basic to epidemiology. طيب في عندك حاجة اسمها host agent environment model، أو بقوله إنه في حاجة اسمها triangle of epidemiology، الثلث الوبائي. Triangle of epidemiology. إيش هو الموديل؟ الهوست ايجنت اند انفايرمنت موديل أو تريانجل ميثود أوف إبيديميولوجي. ولأنه مشان المرض يصير لازم يكون في ثلاث أشياء موجودة: هوست، عائل، ايجنت، سبب، انفايرمنت، بيئة. لازم يكون هذول إيش في حلقة وصل بينهم هوست والإجابة. إذا انقطعت السلسلة بين أي طرفين فبصير إيش مرض. شركة بيشتغلوا مشان يوقفوا المرض وعالجوا المرض إن يقطع السلسلة اللي بين الهوست والإيجنت والإنفايرمنت. طيب الهوست قلنا لازم هالمرض بيصير في إنسان أو في حيوان أو إلى آخره، الإيجنت ميكروب أو إلى آخره. أما الإنفايرمنت إذا كانت تشجع بتقف في صف الهوست بصيرش المرض، إذا كانت تقف في صف المسبب أو الميكروب بصير المرض. Through their early study of infectious disease, epidemiologists began to consider disease states generally in terms of epidemiological trial. Through their early study of infectious diseases, خلال الدراسة اللي هو الأمراض المعدية, epidemiologists began to consider disease states generally in terms of epidemiological trial أو triangle. Or host agent and environment model. وصلوا لشيء، عملوا شيء، قالوا إنه والله تصور إنه مشان يصير المرض المعدي لازم يكون في ثلاث أشياء: host و agent و environment. فقالوا عنه بجمريك التريد، بجمريك التريانجل، host agent and environment model. Interactions among these three elements explain infections and other disease patterns. التفاعل بين الثلاث أشياء، هذا لازم يكون في تفاعل بين الثلاث أشياء عشان يصير اللي هو المرض إيش أو المشكلة الصحية. هاي عندك ها تشوف السلايد رقم 53، هذا السلايد رقم 6 صفحة 53. شوف الصورة عندك إيش، لازم يكون عندك host وعندك environment وعندك agent مشان يصير عندك المثلث أو الثلث الوبائي trial أو triangle أو model. إيش لازم يكون موجود؟
هوست وايجنت وانفايرمنت وقت الانتر اكشنز بينهم. صفحه 54 نفس الشيء عندك، الصوره مكبره مش هتصير ستيت، لازم يكون يصير المرض، لازم يكون في تفاعل بين الهوست والانفايرمنت والايجنت. صفحه 55 ناخذ واحد واحد، ناخذ الهوست وناخذ الايجنت وناخذ الانفايرمنت. طيب الهوست، مين هو الهوست؟ مين هو المضيف؟ مين هو العائل؟ ممكن يكون هيومن، ممكن يكون انيمال، ممكن يكون اللي هو يعني يضعوا الجهات سواء كان هيومن او انيمال. هذا اللي بصير ايش فيها المرض، هذا اللي بسكن فيها ايش الميكروب او الايجنت. هو هاربرز ان نورش ديزيز كوزنج ايجنت، يبقى الهوست عباره عن انسان او حيوان اللي بسكن فيه المرض وبتغذى عليه، بتغذى منه. هو هاربرز ملجا يعني ملجا المرض الميكروب ان نورشز ديزيز كوزنج ايجنت ماني فيزيكال psychological and lifestyle factors influence the host susceptibility and response to an agent. في عدة عوامل هذه بتأثر على حساسية وقبول واستجابة الهوست للإيجنت. إيش هي العوامل اللي بتشجع على أو بتأثر على درجة حساسية واستجابة الهوست المضيف للعامل المسبب؟ تكون عوامل physical factors, psychological factors, lifestyle factors influence the host susceptibility and response to an agent. يبقى عملية أو درجة استجابة الهوست للعامل المسبب بتحكم في عوامل، يكون هذه عوامل physical أو psychological أو lifestyle. physical factors نيجي نفصل فيهم، يقول العوامل اللي هذه بتخلي هناك استجابة، من عدم وجود استجابة أو قديش درجة الاستجابة وقديش درجة التفاعل مع العامل المسبب في physical factors و psychological factors and lifestyles. What are the physical factors? Include age, sex, race and genetic influences on the host's vulnerability or resistance. طيب نضرب مثال physical factors، قلنا include age، مين هم اكثر مقاومة للمرض للميكروب؟ البالغين ولا كبار السن؟ البالغين اللي بقول ساعة في شباب، والشباب اكثر من كبار السن. طيب السكس دائما بيبقي اكثر مقاومة للميكروبات الذكور بشكل عام اكثر من الاناث. ريس، في بعض الامراض بتنتشر في بعض الاجناس، في البيض، في بعض في السود، في الهنود، في المسيحية، في الى اخره. ان جينيتيك انفلونس، هناك عوامل وراثية عند اللي هو المضيف او العائل، هذا بتعيش on the host vulnerability or resistance، تأثر على vulnerability resistance. إيش vulnerability؟ درجة التأثر. vulnerability معناها درجة إيش؟ التأثر، تمام؟ vulnerable. طيب إيش psychological factors؟ outlook، and response to stress. This is such as outlook and response to stress. درجة استجابة للضغوطات can strongly influence host susceptibility، اللي هو قابلية للإصابة. تبقى العوامل ايش النفسية؟ عوامل نفسية اللي هي قلنا ايش عنها؟ الستريس.
طيب لايف ستايل فاكتورز بيقولنا جيت في عندك انت عوامل فيزيكال وفي سايكولوجيكال وفي لايف ستايل. ايش اللايف ستايل فاكتورز؟ دايت، غذاء ونوع الغذائي، اكسرسايز، هل بعمل اكسرسايز للنشاط ولا لا، وش طبيعة النشاط، بعمل سليب باترنز طريقة او نمط النوم، هيلثي اور ان هيلثي هابتس عادات صحية ولا صحية، اور كونتريبيوت تو اذر انكريز اور ديكريز فولنربيلتي اوف تو ديز كوزنج ايجنت. يعني هذه وجودها لايف ستايل، دايت، اكسرسايز، سليب باترنز، هيلثي اور ان هيلثي هابتس، كل هذه بتساعد في يا اما زيادة او نقصان الفولنربيلتي دون التأثر من المسبب المرض. لايف ستايل فاكتورز اوسو بلاي ميجر رول زي الدايت، اكسرسايز، سليب باترنز اند هيلثي اور ان هيلثي هابتس اول كونتريبيوت تو ايذر انكريز اوف ذا اور اوف ديكريز فولنربيلتي تو ذا ديزيز كوزنج ايجنت. خلينا نسال سؤال، اول اوف ريم ار فيزيكال فاكتورز that affects the vulnerability and susceptibility of the host except كلها عوامل physical matter age sex stress genetic factor ما عدا ايش؟ ما عدا ايش؟ stress. طيب all the following are lifestyle factors that affect the vulnerability to the disease causing agent except كلها lifestyle ما عدا sex دايت سليب باترنز اكسرسايز ما عدا اللي هو السكس لانه هذا فيزيكال فاكتورز وليس لايف ستايل فاكتورز. ايجنت ايجنت الايجنت عباره عن فاكتور ذات كوز اور كونتريبيوت تو هيلث بروبلم اور كونديشن، عباره عن عامل مسبب أو يساعد على حدوث المرض. Causative agents can be factors that are present زي البكتيريا، زي الفيروس، البكتيريا تسبب التوبركلوزز مثلا، rocks on a mountain road وجود صخور في طريق الجبال ممكن تؤدي إلى أوتوموبايل كراش أو حوادث طرق. هذه أمثلة على الإيجنت يعني أور فاكتورز ذات آر لاكينج لاك أوف أيرون، يعني بعض العوامل تكون فيها نقص زي نقص الحديد بسبب الأنيميا، زي نقص اللي هو السيت أور لاك أوف سيت بيلت يوز ذات كونتريبيوت تو ذا إكستنت أوف إنجري ديورينج أن أوتوموبايل كراشز، اللي هو مقعد ممكن يكون مقعد اللي هو السيارة مقعد السواق اللي سبب إنه صابت السواق بالغضروف صابته بالبواسير الى اخره. يبقى ممكن يكون السبب عباره عن مايكرو اورجانيزم وممكن يكون ايش يعني ممكن يكون يعني اذر ذان مايكرو اورجانيزم. هذه عباره ايش الليجنت؟ عباره عن فاكتورز ذات كوز اور كونتريبيوت تو ذا هيلث بروبلم زي بوزيتيف ايجنتس فيروس بكتيريا ميكروبات الميكروبات الاخرى او اشياء زي الطريق طرق زي الصخور في الطريق زي نقص الفيتامينات زي نقص الأملاح إلى آخره. طب الـ environment the environment refers to all the external factors surrounding the host that might influence vulnerability or resistance. والبلهنة البيئة كل الأشياء المحيطة بالإنسان أو بالمضيف سواء كان هذه بتأثر على إيش على vulnerability or resistance، يعني أما بتثير أو بتأثر ان المريض بصير يعني عنده قابل يصاب بالمرض او يقاوم المرض. طيب الانفيرومنت عليها كلام كتير، الانفيرومنت ممكن يكون ملموسة او غير ملموسة، مكانية او غير ملموسة، ممكن يكون كل المكانية الفيزيكال انفيرومنت اللي عندك في السلايد رقم 11 وعنده حنقف رقم 11-57 ممكن يكون الانفيرومنت فيزيكال انفيرومنت زي انكلوز جيوغرافي عوامل فيزيائية يعني أو بيئة فيزيائية جيوغرافي جغرافيا المنطقة سبلاي جيوغرافي
كلايمت المناخ وذر الطقس سيفتي اوف بيلدينجز درجه اللي هو الامان تتمتع فيها الابنيه ووتر اند فود سبلاي الاكل والشرب الماء والغذاء ذا بريزنس اوف انيمال وجود حيوانات بلانتس نباتات انسكتس حشرات اند ريزيرفرز اند مايكرو اورجانيزمز ذات هاف ذا كاباسيتي تو سيرف از ريزيرفرز مخازن او مخزن ستورج سايتس اوف ديزيز كوزنج ايجنت مخزن الميكروبات اور فيكتورز ناقلات للميكروب فور ترانسميتنج ديزيز. هاي المرة الثانية الفيزيكال انفايرمنت. انفايرمنت ايش بتشمل؟ جيوغرافي كلايمت وذر سيفتي اوف بيلدينجز ووتر اند فود سبلاي بريزنس اوف انيمالز بلانتس انسكتس اند مايكرو اورجانيزمز ذات هاف because it will serve as reservoirs مخزن the storage sites for disease causing agents or vectors اللي هو ناقلات carriers او حتى الميكروب for transmitting disease. في ان psychological environment refers to social cultural عوامل ثقافية عوامل اجتماعية economic عوامل اقتصادية psychological عوامل نفسية influence and conditions that affect health واي اشياء بتاثر على الصحه such as access to health care يبقى على العوامل والبيئه النفسيه psychosocial environment بتشمل social factors influences مؤثرات اجتماعيه cultural ثقافيه economic اقتصاديه psychological نفسيه and conditions other conditions such as access to health care هل عندك المستوصف دي ولا قديش امكانيه الوصول للرعايه الصحيه اذا كانت بعيده الرعايه الصحيه عنك المستوصف ممكن تتفاقم المرض كلتشرال هيلث براكتسز اللي هو طرق الممارسه او ثقافه الممارسه اللي هو الخدمه الصحيه او انواع الرعايه الصحيه يعني في طقوس في يعالجوا للسحر وبعالجوا للخوف وبعالجوا مش عارف وبعالجوا الجندس بضم حمار وبعالجوا بالزفت هل هذه الموجات العادات والممارسات في طب الاعشاب العلاج بالاعشاب بوفرتي الفقر اند ورك ستريسز وضوابط او مؤثرات اللي بتاثر على اللي هو العامل او الموظف. حبدا المحاضره الجايه ارجع هيك على العجاله اللي هو الديوريتيك ترينجل الانفايرمنت والهوست والايجنت. شكرا لكم ولقاء في المحاضره القادمه.